ومعنا هاتفيا من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي، مرحبا بك. بداية، كيف تقرأ قرار مجلس النواب تصويت على صيغة قرار الاستئناف عمل مفوضية الانتخابات الحالية؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة جميعنا نتذكر الانتخابات الماضية البرلمانية التي حصلت في مايو، والتي يعني كانت أكثر الانتخابات استخداما لطرق التلاعب والتزوير في النتائج وأثناء العملية، وأيضا تسبب هذا الكم الهائل من عمليات التزوير في تأخير إعلان النتائج، وهذا يدل على فشل عمل المفوضية العليا للانتخابات في قيامها بمهامها، على الرغم من أنها صرفت ملايين الدولارات على الأجهزة وعلى الموظفين ولكنها فشلت. وبالتالي يقوم اليوم البرلمان العراقي بدل التحقيق حول الفشل الذي حصل في الانتخابات يقوم باستئناف عمل هذه المفوضية التي أثبتت فشلها، وهذا يعني أن الأطراف التي فازت في الانتخابات بالتزوير والتلاعب بالنتائج هي التي تسيطر على البرلمان، وهي التي توجه القرارات الخاطئة التي تسمح لها بالاستمرار، وأيضا تسمح لها باختراق هذا الجهاز المهم، وبالتالي يستمر الفساد والتلاعب، ولا يمكن التعويل على هذا الجهاز أو هذا المؤسسة في الانتخابات القادمة التي ستحصل بعد 4 سنوات. ولكن ما تفسيرك لرفض الاتحاد الإسلامي الكردستاني وكذلك الجبهة التركمانية إعادة مفوضية الانتخابات؟ بلا شك الرفض عمل منطقي لهذا القرار، لأنه من الواضح إلى الآن لم يصل البرلمان أو الجهات التحقيقية التي شكلت إلى نتائج حتى تثبت تقصير هذه المؤسسة في عملها أو إدانتها، وبالتالي يجب الاستمرار في التحقيقات حتى يصل إلى نتيجة، ولكن البرلمان العراقي دون الانتظار أو دون فتح تحقيقات جدية في التلاعب والتزوير بالنتائج، وبعدها بيع المناصب أيضا حصل دون أن تفعل ذلك، قررت استئناف عمل المفوضية، وبالتالي جميع الأطراف التي تقف ضد هذا القرار هي قرار صائب، ومن من المنطقي الوقوف ضد هذه القرارات التي من الواضح أنها تصب في مصلحة الأطراف التي فازت بالتزوير والتلاعب بالنتائج. طيب، كيف تعلق على تصريح عضو ائتلاف دولة القانون فتاح الشيخ الذي قال إن عبد المهدي مسير من تحالف سائر؟ بلا شك أن الأطراف التي الآن تهاجم عادل عبد المهدي لا تهاجمه بسبب كفاءته أو بسبب فشله، بل هي تهاجم لأنها لم تحصل على عدد الكافي من المقاعد والمناصب، ومن الواضح أن عبد المهدي رغم أنه وعد بأنه سيحقق حكومة تكنوقراط وحكومة محايدة ومستقلة، إلا أن كافة الوزراء التي تم تعيينهم إلى الآن من الواضح أنها جاءت بضغط من الأحزاب السياسية، والنافذة الإلكترونية التي فتحها عادل عبد المهدي وكان هناك تفاعل كبير من المواطنين حول هذا الأمر وأن هناك سيكون هناك وزراء مستقلون، لم يتم اختيار أي وزير من النافذة الإلكترونية التي فتحها واستقبلت أكثر من 30,000 طلب، وبالتالي من الواضح أن النفوذ الأحزاب لا زالت باقية، وأن عبد المهدي لن يستطيع أن يشكل حكومة خارج النفوذ وخارج الصفقات وخارج السيطرة الحزبية الموجودة إلى الآن والأجهزة الخارجية أيضا. أفهم من كلامك يعني بالملخص أفهم من كلامك أن عبد المهدي أخفق في تكوين حكومة بالمواصفات التي وعد بها بعيدا عن الطائفية والمحاصصة الحزبية وتضم كفاءات وتكنوقراط. الشك إلى أدنى الشك عندما حصلت المظاهرات والجميع نتذكر خرجت وعود من المقتدى الصدر بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة مختلفة، وأيضا المرجعية طالبت أن يكون هناك حكومة مختلفة، والآن إذا نظرنا إلى الوزراء الموجودين نرى أنها هم أقرباء للفاسدين الذين كانوا موجودين، الفاسدين وقفوا في الوراء وقدموا أقرباءهم ونفس المنظومة السياسية ونفس الأحزاب باقية، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر نتيجة مختلفة من نفس الأحزاب التي فشلت خلال الأعوام الماضية. شكرا جزيلا لك سيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، حدثنا هاتفيا من اسطنبول.